حسن ايجر اكبر مورد كلاب في مصر، عليه احكام ب 30 سنه سجن، 15 ليه و15 كان لابسهم بدل اخوه. حسين هيكل اخوه التوأم وشريكه في كل الصفقات، شغال في كل انواع الكلاب من البلدي للالماني، وحتى لاسكي مع تقوش. احمد الكلبجي اشهر وانضف كلبجي في المنطقة، رسم البسمة على نص كرش سكان الارض، النص التاني مات مسموم. عامل لنا اتنين واتنين يا رواقة. استعنى على الشاب الله، أروق طبقين للشباب. بلدي ألماني عليا النعمة بلدي. بس الراجل ده نضيف وشكله شغال في الألماني. طبيتها بكام الرغيف ده يا رايق؟ 3 جنيه زعيم. قلت لك ألماني. بس احنا بناكله في كل حتة باتنين جنيه ونص يا معلم، انت كده غالي. غالي؟ أنا غالي يا بيه؟ طب أنت عارف لسه شايف اللحمة بكام؟ عارف يا رايق التوابل عاملة كام؟ ما خلاص بقى وحش. لو النبي استنى. عارف يا رايق الدولار وصل لكام؟ طب وإيه علاقة الدولار بقى بالحاجات؟ أهو كلام حافظينه بقى يا باشا وربنا يخليك لينا. يعني أنت عايز تفهمني إن الكبدة دي مستوردة؟ عيب يا باشا، ده لسه نزل من الطيارة حالا. طب ما تدوق لنا منها حتة كده. أدوق؟ لا يا باشا دي كبدة الشغل. يبقى تخليك معانا على السكة بقى من الأول ولا إيه؟ ما تفتح معانا دماغك شوية، ده إحنا جايين نعمل معاك الصح. مين شايد يا عفيفي؟ بص يا رواه، انت مكسبك هيبقى الضعف، وهتاخد لمؤاخذه شغل نضيف ما بينزلش لحد. حلو، والمطلوب احنا هناخد منك 10 جنيه في الراس. 10 جنيه ده الكلاب من اطوارها في كل حته، والتجار بينزلوا لي اقل من كده. اقل من كده؟ اقل من كده ده يا باشا كان زمان، دلوقتي الكلاب واعيه وعارفه احنا بنعمل فيها ايه وبتتعبنا في الجري. الا انتوا شغالين فين بقى يا بهوات؟ احنا بفضل الله ماسكين كل عربيات مدينه نصر، موقف السلام، وحتى اسكندريه، وشبرا وعباسية ورمسيس، حتى موقف الزازي. وانا ايه اللي يضمن لي الجودة بقى لمؤاخذة؟ دي عينة تست تعطى مجانا لأول مرة. حلو قوي الكلام ده، اتفقنا يا معلمين. نقرا الفاتحة بقى على الصفحة. نقرا الفاتحة. بسم الله. خد تعالى يا ابني. انت احمد الكلبي؟ ايوه ماشي فيها يا باشا. قول ود على البوكس. تعالى يا شباب، معروف براس كلب يا باشا، كان صاروخ براس كلب. فلوس تعلي توطي تعري تغطي تسيبك تجيبك وتخليك. مين فيكم بقى حسن هيك؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب من الكورنر اللي هتظهر لكم دي. اهي يا ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو ده ورايكم في الكومنتات.